يقول الصنعاني رحمه الله، يقول: إن هذه القبور المزخرفة والمجصصة غالباً ما يصنعها الرؤساء إما على رئيس أو على صالح أو على عالم ظناً أنه تكريم، فيأتيه من يأتيه في ذلك العصر، وإذا به أمر طبيعي. فإذا انقرض ذلك العصر ظن أن لذلك القبر مزية، والسدنة يعني الخدم يملحونه من أنه أزال الضر عن فلان وعن فلان من أجل أن يخدموا مصالحهم. ونحمد الله أننا في بلد يدفن رؤساؤها كما يدفن المسلمون، وهذه منقبة. سبحان الله، تذم هذه الدولة ذماً عظيماً للأسف عند بعض الناس، بل قد ينسب إلى الصلاح، بل قد ينسب إلى الدعوة، بل قد ينسب إلى العلم، يذم هذه الدولة ويمدح بعض الدول. أين محل الذم لهذه الدولة؟ وأين محل المدح هناك؟ أهي الأهواء